مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في عدد جديد من حلقه انفاس سبور. كيف العاده غادي نخصصوا حلقه اليوم لتسليط الضوء على اخر مستجدات البطوله الوطنيه، ولهذا الغرض كيحضر معنا في الاستوديو المحلل الرياضي اديب عبد اللطيف. سي عبد اللطيف، مرحبا بك معنا. شكرا اختي نهاد على الاستضافه مره اخرى في هذا الموقع ديال انفاس بريس. مرحبا بك معنا مره اخرى سي اديب. سي اديب، كيف شفتي معايا المطارده بين الجيش الملكي والرجاء البيضاوي باقا مستمره كيف العاده؟ شنو ممكن لك تقول لنا على هذه المساله هذه، وكيفاش شفتي التصريح ديال مدرب الجيش الملكي اللي قال ان الرجاء عنده نسبه ديال 45% من الحظوظ انه يتوج باللقب؟ فعلا المطاردة كاينة كبيرة ما بين فريق الرجاء الرياضي وفريق الجيش الملكي في الصراع على الفوز باللقب ديال البطولة ديال هاد السنة. فريق الجيش الملكي عنده واحد الفارق ديال 4 نقاط عن فريق الرجاء الرياضي، وديما كيعيشوا هاد الضغط. إذا لعبت الجيش الأولى كيبقى الضغط على الرجاء، لعبت الرجاء الأولى كيبقى الضغط على فريق الجيش الملكي، ومزيان نعيشوا هاد التشويق هذا، لأنه في صالح كرة القدم وفي صالح البطولة الوطنية أننا نعيشوا هاد التشويق بين الفريقين إلى غاية نهاية البطولة. وهادو جوج فرق اللي بينوا منذ بداية البطولة على أنهم مستعدين بما فيه الكفاية لأنهم يلعبوا على اللقب. فريق الجيش الملكي استطاع على انه يحقق نتيجه ايجابيه امام فريق نادي الوداد الرياضي 1-0. الرجاء الرياضي ما ضيعش الفرصه كذلك وانتصر على فريق شباب المحمديه بهدفين لصفر، وكيبقى الصراع بينهما الى اخر دوره من البطوله. بالنسبه للتصريح ديال المدرب ديال فريق الجيش الملكي اللي قال على ان 55% الجيش الملكي و 45% الفريق الرجاء الرياضي، وهذا التصريح هو ذكي باش يرفع الضغط على على الجيش، على المكونات ديال الجيش الملكي، ويقول لهم على ان حنا باقي ما درنا والو، باقي 5 ديال المقابلات وكل شيء ممكن فيها، والمفاجاه والده في كره القدم. كذلك كيبغي يعطي الرجاء المكانه ديالها وانها فعلا عندها حظوظ انها تلعب على اللقب، وجوج فرق اللي كل شيء ممكن يكون من هنا الاخير دوره مدوره ديال البطوله الوطنيه. سي ادي، كيفاش كتشوف المساله ديال ان الرجاء البيضاوي يواصل سلسله مباريات بدون هزيمه؟ كيفاش كتعلق على المساله هذه؟ يعني ما عمره ما تلقى حتى شي هزيمه فريق الرجاء الرياضي، وهذا هذا 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 يعني واحد الانجاز يمكن سابق في كره القدم المغربيه. كاين فرق اللي نازلت مره واحده في البطوله. الرجاء اللي عنده مهم هو عنده استقرار تقني، يعني المدرب بزن باور جا السنه الفارطه ودوز واحد المرحله مع فريق الرجاء، وحاول يعرف شنو هي قوه الضعف وقوه يعني اللاعبين اللي ما عندهمش مكانه داخل التركيبه ديال الرجاء الرياضي. داروا استعداد متميز للبطوله، داروا انتدابات يعني محسوبه وهو اللي وقف عليها، وبالتالي عرف مكان ديال الخلل عند فريق الرجاء الرياضي، وبالتالي فريق الرجاء الرياضي منظم في اللعب ديالو، عنده لاعبين في المستوى، عنده لعب جماعي، واخا انه ما كيسجلش بزاف ولكن كيمتلك الكره كثير، كينتصر وكيحقق الاهم. وبالتالي انا اعتقد فريق اللي غيبغي يلعب على اللقب كيخص يكون عنده هذا النوع من طريقه ديال اللعب، وان الخطا ما خصوش يديرو باش ما ينهزمش، لان ملي كتنهزم كتضيع 3 نقاط، ودابا المقابلات اللي باقا هي مقابله ديال 6 نقاط، الا خسرتي راه كتضيع 3 وكتعطي فرصه للفريق اللي فوق كيولي كيتزاد عليك ب3 ديال النقاط اخرين. نتمنى على ان هذا الصراع الثنائي ما بين الرجاء والجيش الملكي يبقى الى اخر رمق ديال البطوله الوطنيه. سي ادي، بنمشيو للوداد، كيفاش كتشوف؟ كنشوف انه مازال مستمر في التواضع ديالو في النتائج، وهذا ماذا يحصل للوداد؟ هو اللي حصل للوداد فايت تكلمنا عليه، لا يعقل على ان فريق كيلعب ب3 ديال المدربين في موسم رياضي واحد. كل مدرب عنده افكار ديالو، عنده توجهات ديالو، وملي كيجي كيبغي يطبقها على ارض الواقع كتجي صعيبه على انه يطبقها، وما كيكونش عنده متسع من الوقت. بالاضافه لهذا على ان حتى اللاعبين هناك ضغط عليهم كثير، اللاعبين باغيين يسجلوا وباغيين يديروا كل شيء، ولكن داك الشيء اللي عندهم في دماغهم ما كيقدروش يحققوه، يعني في وقع داخل رقعه الميدان. وبالتالي الوداد هذه السنه هي سنه للنسيان. اعتقد على ان الوداد خصها تهيئ الموسم المقبل. الوداد دابا كتلعب وما عندها شي هدف كتلعب عليه، وبالتالي ما كاينش ذاك الحافز المعنوي اللي يمكن تلعب عليه الوداد واللاعبين. اللهم الا بغاو يلعبوا على انهم ينتصروا ويفرحوا ذاك الجمهور اللي بهذه المناسبه كنشكروا، رغم النتائج ما كايناش، الجمهور حاضر وكيساند الفريق ديالو،
وبالتالي اذا كانت هذه السنه غتكون استثنائيه نتمنوا على ان السنه المقبله الوداد عندها انتظارات كثيره، منها المسابقه في السوبر ليغ اللي لعبنا النهائي ديالو، وعندنا المشاركه اللي غنمثلوا فيها كره القدم في المنتخب في بطوله العالم للانديه. نتمنى من المسيرين والجميع المكونات ديال الوداد يديروا اليد في اليد ويحاولوا على انهم هاد النتائج وهاد هاد المشاكل الداخليه اللي كتعيشها الوداد على انهم يحاولوا انهم يتغلبوا على اقرب وقت ممكن باش ان شاء الله يكونوا مستعدين للموسم المقبل. ولكن سي اديب فضيل ما كيعيش الوداد، واش كتشوف ان هذه المساله سهله انه يظهر بواحد الوجه واحد اخر الموسم الاخر؟ يعني كنشوف واحد الصوره ديال الوداد اللي باهته هذا الموسم هذا، كيفاش؟ لا باهته ماشي باهته، يمكن النتائج ما كايناش، يمكن سوء الحظ حتى هو. مجموعه ديال المقابلات الوداد لعبوا مقابلات كبيره وما تسجلوش وتسجل لهم اهداف يعني ساذجه. المقابله ديال الجيش ثلاثه ديال اللاعبين واقفين ويجي لاعب من وسط منهم يسجل هدف بالراس، كيف طرنا مع السوادم، كيف طرنا مع مجموعه ديال الفرق. وبالتالي الاصلاح ديال الوداد خصها غير تكون رغبه، ويجي مدرب في المستوى، مدرب يكون كيعرف الوداد عن قرب ويحاول على ان، لان باقي الوقت، باقي الوقت، والوداد عندها من الركائز ديال اللاعبين اللي يقدوا انهم يقودوا الوداد ويضاف لهم بعض اللاعبين اخرين في مناطق ديال الخصاص، ويكون عندنا مدرب يكون عنده واحد النهج تكتيكي اللي يقدر بامكانه على ان الوداد ترجع للتوهج ديالها وتسجل الاهداف وتدافع على القميص ديال نادي الوداد الرياضي. وهذا ما نتمنى، نتمنوا اليوم الخير ان شاء الله. قول لي سي ادي بلا بغيت قراءتك لمستوى البطوله بصفه عامه، ماشي غير الوداد، ماشي غير الرجاء والوداد، كيفاش شفتي التنافس في هذا الموسم هذا؟ وفي الحقيقه البطوله الوطنيه المغربيه هذه السنه تعيش على عده مشاكل. مشاكل اللي يمكن نقولوا ان هناك مشاكل ماديه عند الفرق، مشاكل ديال اغلاق الملاعب، مشاكل ديال التنقل ديال الجماهير، مشاكل ديال الاضرابات ديال اللاعبين، مشاكل ديال التنقلات ديال بعض الفرق اللي مع الاسف كيلقاو مشكل باش يتنقلوا في ظروف الظروف الماديه الصعبه اللي كيعيشوها، او الصراعات التي يعيشوها المكاتب ما بين المكتب ديال الجمعيه والرئيس ديال الشركه ديال الفريق. هذه مشاكل كلها تحيط بالبطوله الوطنيه، وبالتالي هذا كينعكس سلبا على المستوى ديال 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 الدعم ديال الدوري الاحترافي، الا فيما يخص بعض المقابلات اللي كيكون فيها المستوى شويه، ملي كتشوف مقابله ديال الجيش ديال الرجاء، بعض المقابلات الاستثنائيه اللي كنا كنشوفهم شويه ديال المستوى الذي يليق بالمستوى ديال كره القدم المغربيه. اعتقد على ان مشاكل كثيره، وكاين بعض المشاكل اللي فرضتها الظرفيه ديال يعني الاستعدادات ديال المملكه المغربيه للاستحقاقات اللي عندها، منها تهيئ الملاعب لكاس افريقيا وكاس العالم. ولكن هذا عنده واحد 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 الاثر سلبي على الفرق، خاصه الجانب المادي، لان الفرق المغربيه كتعتمد على المداخل ديالها على الملاعب، على التذاكر وعلى الاشهار اللي كيكون في الملاعب. فبالتالي الملاعب مغلقه، المداخل ديال الجماهير ما كايناش، وهذا غياثر سلبا على الخزينه ديال الفرق. وبالتالي في اخر المواسم غلقوا مجموعه ديال اللاعبين اللي ما غاديش يجدوا مع الفرق ديالهم، وغادي يمشيو يعني للغرفه ديال النزاعات. وديجا المبلغ ديال السنه الفريق كنهضروا على 25 مليار ولا 30 مليار ديال الديون اللي كاينه عند الفرق. فكيف غتكون هاد المشكل ديال هاد المادي عند الفرق بالنسبه لنهايه الموسم؟ المبلغ فين غادي يوصل؟ وبالتالي مشاكل كثيره عاشتها البطوله هذه السنه، وكان عندها انعكاس سلبي على المستوى العام ديال الفني ديال المقابلات ديال البطوله الوطنيه المغربيه. اذا كنشكرك سي عبد اللطيف على التوضيح. مرحبا لاله، حنا راه الاشاره ديالك. وكنشكرك على تلبيه الدعوه. مرحبا لاله، بارك الله فيك، شكرا لك. الله يبارك فيك اختي، شكرا. مشاهدينا الكرام، وصلنا الى نهايه الحلقه، الى اللقاء في عدد جديد.